غلا، احنا امس سولفنا وايد وتكلمنا وايد وتقريبا صرنا ربع وقربنا من بعض. ممكن اسالك سؤال؟ والله العظيم ما راح ازعل منك، وعقب كل هاللي صار انا راح اقدر اي شيء انت تقولينه. انت الحين واقفه هني وهم الاثنين داخل بين الحياه والموت، منو فيهم اللي تبين يعيش؟ فوز اللي حبيته ولا فهد اللي حبك؟ دكتور، بغينا نسأل عن فوزي وفهد. أمس ابنهم المستشفى مسوين حادث، شلون حالتهم؟ فوزي حالته مستقرة، نزلنا الجناح الرابع. فهد حالته حرجة، الله يصبركم. نوف، قبل شوي سألتيني سؤال ما عرفت أرد عليك، الحين عندي الجواب. اللي حبني لأن ريلي ودتني عنده بدون ما أحس. الله يطمنك عليه. الحمد لله على سلامتك يا فوزي. فهد أخوي سامحني، تكفى سامحني فوزي. شلونه؟ صار فيه؟ هو زين الحمد لله، ما في شيء. وين فيه؟ بيشوفه بالعناية. بالعناية ليش؟ فوزي أنت كنت بالعناية وطلعت، بسم الله لك ما فيك شيء. أوف الله يخليك، بيشوفه. ارتاح ارتاح يا فوزي. أشوف أخوي. فوزي فوزي ارتاح، الدكتور طمن عليه، ما في شيء، لا تخاف. نوف الله بشوفه، وديني حقه. راح تشوفه، ارتاح ارتاح يا فوزي. أشوفه أي خليج. ودي الحق. فهد ودي الحق. فهد فوزي ارتاح، الله يخليك ارتاح. حلليني. ما راح حللك اذا بتخليني بنص الطريق مثل مرتك. ربي عيالك. فهد تكفى. ولا تعالى حالة، وإذا رحت النار وهي بالجنة وقتها لا مني ولا منها. عفوا ممكن تخرجي شوي عشان في حد عايز يزور المريض وممنوع اتنين عند المريض؟ إن شاء الله. حاضر. منو؟ منو؟ واحد كان معصب، قال اللي بينك وبينه تشابه اسماء، ونسى اللي بينك وبينه وانت ويا حال، نسى بيض العيون انت البياض والصفار. اللي بينك وبينه خبز الإيرانية والتقرمش وانت البراطم، نسى اللي بينك وبينه ما كنت تلعبون بالبراح، وهو الدفاع وانت الحارس، نسى اللي بينك وبينه وحياتك كلها بينه وبينك. زين فيني الحين شيء بيني وبينك؟
أنا خذيتها بأم الحق، بأم الحق إني أخذها، كانت حقك، كانت حقك وأنا خذيتها. يا أخوي أنا ما بيها، أنت محتاجها أكثر مني. ربك الحمد لله عوضني بنوف، نوف طيبة خوش بنية. يا أخوي هتفكر كذي، أفكر كذي، سامحني. فهد، فهد تكوى، أبيك ترد مو تخون فيني وتخليني، شد حيلك، نهطرك ها؟ يعني شنو؟ يعني بتنازل عن القضية؟ صراحة مو هاين علي أشوف أمي تنسحب قدامي وأنا واثقة إن هي ما فيها شيء. أنا الحين أحتاج أم. كل هذا ليش قاعد أسوي؟ عشان الفلوس؟ طز بالفلوس، ما نبي الفلوس. فوزي يا حبيبتي، سمعيني عدل لأني ما راح أعيد كلامي. إذا بتحرميني من الفلوس، راح أحرمك من في. نعم؟ اللي سمعتيه. وانت منو عشان تحرميني من بنتي؟ بأي حق؟ لما ريلك شالك البيت القديم وهددت وقال بياخذ في، وكلني انا اصير محاميته لاني قريبه منك، ولانك طول الوقت مو بوعيك خذيت تحاليل الدم واخذت صور للبيت اللي المفروض انه يكون مناسب للمعيشه، هذا غير مخالفات المرور، وتحفظت على اسامي الادويه اللي كلها تدل ان انت بحاله مو طبيعيه. مو مصدقه ان انا وياك طالعين من نفس البطن. فتوح، أنا شلتك على كتفي، حليت معاك في الواجبات، صديت خيزرانة أبوي بظهري، كل هذا ما بين بعينك؟ دا بين بعيني، بين فوزية، والدليل إني بحط بحسابك مليون دينار، بس لو تسكين حلجك. سويت كل شيء فوزية، مو راضي يطيح، مو راضي ينزل. فوزية سويت كل شيء. مو يمكن انه لازم ما يطيح؟ بس انا ما ابي اربي ولد حمد. هذا ولدك تشيلينه ببطنك 9 اشهر، حسبالك بعدين بتجيبينه للدنيا؟ بينزل من بطنك يدش بقلبك لآخر يوم بعمرك، حامل ما تولد، حامل بس يتغير مكان الياهل من بطنها لقلبها. أنا خايفة أصير نفس أمي، عيبة للدنيا وتساها، أيما للدنيا وانساها.
بردك قلبك مثل ما امي قلبها ردها على كثر اللي سويناه فيها. كاهي يا تشوف فوزي وفهد. ايش فيك؟ ما ادري راسي قاعد يدور دايخه. يمكن هبوط الحمال. اي يمكن. بروح الكافيه اللي هني الحين اخذ لي بطاطا مملح شيء. تبيني معك؟ لا عادي الحين اروح. يلا دير بالك. قلت حق فوزية دقيت عليها بس ما قالت رد. خير دكتورة صاير؟ مرتك عندها نزيف والحمل خارج الرحم. عفوا بس دكتورة أنا في ستات كتير بتحمل بكنة واحدة بس الأهم دلوقتي هاد. خلص إجراءات مع السيستر على ما نجهز العمليات. فهد شلونه؟ أدري في مختبص بس ما يبي يخبصنا وياه. حبيبي وايد خايف. أي مسكين ما يبي يقعد بروحه كلش. فوز مايت؟ ما أدري يمكن تحت عند فوزي. صباح الخير. فهد شلونه؟ هذا هو. خل أروح أشوف يمكن يرضون يدخلوني عنده مرة ثانية. فوزية ايش فيك؟ انت كنت موكل فتوح اختي ترفع علي قضيه حضانه. فوزية انت ما كنت بحاله طبيعيه وفي من بيت كل الناس كل المحامين اللي تارسين هالديره ما لقيت الا فتوح. الياهل اللي نومتها بمخدته والبنيه اللي علمتها تمسك القلم والمراهقه اللي سوت شعرها. طقني بيدي صح؟ لهالدرجة تكرهني؟ فوزية انت فهمت؟ انا مالي خلق اجابلك وما ابي اشوفك اصلا تعبانة ما ودي اشوفك مكان واحد. فوزية الموضوع مو مثل ما ما تبي تمشي انا بمشي. اوكي فيك فوزية احتاجت لك بيك أمي. يما لو ما الحياة قاعد بحفظ لما الكبر لرد بطنك. يما أنا أسفة خلونا نرفع عليك قضية. قلت لهم أبي أنسحب. قالوا لي راح يسجنوني سنتين إذا انسحبت. إن شاء الله تفوزي. أنا رابح القضية من الصبيان بس أنتم مو راضين تفهمون.
انتي بمعيش. ها فزة شاب؟ اي عمليات؟ قلت لنا تأخرت على الدوام؟ اروح المستشفى بقى شوي. طبعا ما راح تاخذني معك. ايش رايك غاده؟ تبين ادخل عليهم بهالظرف واقول لهم هذه غاده المذيعه اللي خليتها على طيبه؟ شنو فاروق انت مستحي ولا شنو؟ انا ما استحي، انا ريال وشايل عيبي. مليون مره قايل لك. عيب؟ انا عيب؟ هذا ايش فيك بتقولي لي على الوحده انت الحين؟ لا على فكره انا وايد اريح لي، انت اللي راح تتعب. شلون يعني؟ يعني برا هالشقة انت المستشار المحافظ بالبنات المتزوج، وانا المذيعة الجميلة الكل من يتمناها وعينه عليها. ندخل البيت كل واحد فينا يفسخ دوره عند الباب، وانت لاقي اثنين يحبون بعض. ليش التعقيد؟ بعدين تعال بسألك، تعال تعال. ملابسي مالت الزفت، الملابس الجديدين وين؟ مو انت قلتي بتستقيلين؟ وانت قلت بتقدمني لأهلك. مو كفاية مرتي درت؟ يا سلام، انت ايش حق محسسني اني انا فضيحه وتبي تخشها؟ خلاص مو وقت الحين، بعدين نتكلم. شنو مو وقت؟ تعال تعال خلنا نتجابل. خلاص احنا مو اثنين نحب بعض؟ طز بهلك وطز في شغلي. شوفي قسما بالله اوريك شوي ما عمرك شفتي. بتكسر؟ كسر كل ابونا نعرف نكسر، كل ابونا نعرف نعفس الدنيا. يومين ثلاثه بتجيب لي غيرها. لكن انا لما تكسرني كذي يا فاروق شلون بتردني؟ أنا آسفة، ما كان قصدي أزعجكم، بس قعدت من النوم شفت حبوب فاروق في البيت، قلت أكيد ما خذ حبتها. مو تقولي لا إن أنا اللي جبت الحبوب. تريق؟ ايه. حطيتي له السكر اللي يستخدمه؟ ايه. انا اسفه اني ازعجتك. مع السلامه. شكرا حبيبتي، حتى واحنا متهاوشين ما تنسين دواي. لا ايش فيك؟ ما ذكرت دواك فاروق، طيبة هي اللي ذكرتها. طيبة دقت الباب وعطتني الدواء، قالت انك نسيت وخافت ما تاخذ عقب الريوك. حسيت أنا تحبك أكثر من كرامتها، وأنا ما رح أعرف أسوي كذي، ما أعرف أسوي نفسها فاروق. ذكرت كلامها لما قالت الحياة قدامي وأقدر أسوي فلوس،
إيه صح، أنا مو عايشة حياتي فاروق، أنا عايشة نص حياة والنص الثاني موت. خلاص غادة، هذا مفتاح المغسل، اختي ملابسك تروح على القناة، تفاهم إن شاء الله لما أرجع من المستشفى أنا لازم أروح العين. فاروق طالعني، لا تنحاش مني، احنا ما نصلح البعض. ايش تبين غادة؟ تحبني واموت فيك بس ما نقدر نعيش مع بعض كل يوم. احنا يومين بالاسبوع كان الوله يغلب فيهم على طباعنا وخلافاتنا ومسؤولياتنا، لكن اذا بنتجابل كذي ايش تبين؟ تبعد مسافة تسمح لي أنساك. تم فاروق، ما أقدر أقولها غادة، ورقتك بتوصلك إن شاء الله. شو مسوي بعد؟ أمي جهزت جتناطة ودقت على أبوي عشان ياخذنا. تكفى ما بروح خالي فيصل. وبكرة رد؟ إيه اليوم. خالي فيصل تكفى ما أبي أهدك. حبيبي نويصري، يعني شوفت عينك، أنا شو أقدر أسوي مع أمك وحالتي كذي؟ خالي فيصل ما أبي أهدك. الصور ناصر امشي عند أمي يمكن تساعدنا. الحمد لله على السلامة. الحين حمد طلقني وأنا حامل، اعتبره مطلقة مو؟ إيه طافت شاب لما قالوا له عملية عاش الدورة ووقع أوراق العملية. خالتي فوزية لما يا حمد صارت صكة دريتي؟ إيه أمي مسكينة طول ما أنت بالعمليات قاعدة تحتج. سكتي ماني قادر احط عيني بعينها. يما حبايبي ايش فيكم؟ فايزه توها طالعه من المستشفى، ما يصير انتم تسوون شيء، قاعد تسوون ازعاج. يلا يلا نزلوا روحوا، لا تسوون ازعاج يلا. بس امي شوف امك الوحيده اللي ما حد يقدر عليها الا رب العالمين، روح ما لنا خلق مشاكل وياها. يلا شوف روح قدامي. وين خالتكم طيبة؟ داخل. ما فاطمة؟ قصر حسك، ما بحد يسمع. يا أخذ أغراض وبرد مرة ثانية. بس أمي دقت على أبوي عشان يأخذني. يا يما ما فيها شيء، اللي رحت عند أبوك روح لك يومين، هذاك بعد بيتكم. ما فاطمة نسيتي موضوع في؟ يلا يا فاطمة يلا نلم أغراضك، لا سوي لك سالفة هالنسرة. نصور نويصر يلا اخوك ناطق بالسياره، امشي ابوك من برا يلا. الحين انا دورك صار لي ساعه وانت لابد هني. بس انا ما ابي اروح حق ابوي. شنو؟ امشي خلص دام النفس عليك طيبه وابوك ناطر بالسياره. بس يما انا متعود على هالمكان، الله يخليك ما ابي اروح. عدال عد من حالاتك ولا من ادبك اخليك عندي هني قاعد على قلبي؟ امشي. ما ابي. شنو؟ انا تقول لي ما ابي؟ ايل لا 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 تخلينا يركض، لا تخلينا يركض، تكفين فتوح الولد مريض. بسم الله عليك الرحمن الرحيم، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، بسم الله عليك حبيبي حبيبي، بسم الله عليك. ايش؟ بسم الله عليك حبيبي، بسم الله عليك. فتوح ليش؟ الولد ما يعبر يركض، ناصر مريض. ناصر
حبيبي في تضخم بالقلب. ايش سويتي كذي فتوح؟ ناصر، ناصر ايش فيك؟ مش حاس فيه ناصر؟ ناصر ايش فيك؟ ناصر يمه، ناصر، ناصر طول سم. بيني وبينك ما فاطمة، أنا أحب في ناوية أتزوجها لما أكبر وأضعف همه وأصير نفس خالي فهد ودكتور نفس خالي فوزي. أنا أحبها وما قلت لها. أنا قاعد أجمع فلوس مهرها 100 دينار. ناصر قوم، ناصر قوم، قاعد أكلمك قوم. ناصر قاعد أحاكيك قوم، قاعد تلعب كرة برا وما فيك ولا شيء. شنو هالتمثيل هذا؟ شو اللعب؟ ناصر قاعد أحاكيك قوم. ناصر، ناصر يلا قوم، قاعد أحاكيك. ناصر قاعد أحاكيك، أنا مو قاعد ألعب معاك، قوم. راح ما في شيء. قاعد يمثل، ما في شيء. ايش فيكم؟ ما يتنس ولدك، ما يتنس. سكتي، ليش قاعدة تبكين؟ حكمت المحكمة أولاً قبول الاستئناف شكلاً ومضموناً وبطلان دعوى الحجر واعتباره كأنه لم يكن، وذلك استناداً للتقرير الطبي المقدم من مستشفى الطب النفسي والتقرير الطبي المقدم من مستشفى المخ والأعصاب، والحكم بالتعويض المدني، وذلك لما أصاب المستأنفة من أضرار نفسية. مبروك حبيبتي. مبروك على شنو؟ ماكو قضية ربحانة بين أم وعيالها، نخسرت وويلها ونربحت وويلها. أستاذ طارق، من فضلك أبيك تبلغ القاضي إني متنازلة عن التعويض. بس أرجوك تكفى. حضرة القاضي، موكلتي تنازلت عن التعويض المدني. المحكمة قبلت بالتنازل، رفعت الجلسة.
أبنائي الأعزاء، أردت أن تكون لكم قيمة، ولكنكم أردتم أن يكون لكم ثمن، فلكم ما أردتم. سيصل في حساب كل واحد منكم مبلغ 1,000,000 دينار كويتي، باستثناء فتوح سيكون نصيبها مخصصاً لابنها الذي أخذ مكانكم في تلك السنوات التي تركتكم بها. أعطوني فرصة لأفعل معه ما لم أفعله معكم. أتمنى لكم السعادة والتوفيق من كل قلبي، ولا أريد منكم سوى أن تذكروني بالخير وأن تسامحوني على ما فات. وإذا تثاقلت أقدامكم عن وصول بيتي، فأقدام أطفالكم خفيفة، يشهد الله أني أراكم كل يوم، ما أن أطالع نفسي في المرآة وكأن الله وزع ملامحي في وجوهكم حتى لا أنساكم. اذكروني من وقت لآخر حتى لا أنسى نفسي. بعد موت ناصر عادت فتوح طفلة، وصرت أقوم بكل أمورها، من الذهاب إلى الحمام، المأكل، الملبس، وأنا أفعل كل هذا وأشعر برضا عن نفسي. أخيراً، فلطالما قالت لي أني لم أفعل لها شيئاً، وها هي طفلة من جديد، وها أنا أم من جديد. يما، فتوح ما تعرفك. مو مهم، كافي إني أعرف.